Romeo 117 is cleared to Abu Dhabi Airport as filed. Take off runway 30 right climb and maintain 10,000 feet. Departure frequency is 126.2 squawk 4111. And you're at Echo Romeo 117 cleared. By ground and you're at Echo Romeo 117 requesting pushback. Cockpit to ground. This is ground. Echo Romeo 117 pushback request accepted. مرحبا بكم على متن هذه الرحلة. نرجو منكم الانتباه الكامل بينما نعرض لكم تعليمات السلامة على متن رحلة طيران الإمارات. يرجى الآن إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنها وإبقاء الستائر مفتوحة وإعادة المقاعد إلى وضعها المستقيم. يرجى وضع الأمتعة بما في ذلك الحواسيب المحمولة في الخزائن العلوية أو وضعها أسفل المقعد الذي أمامك. يرجى ربط حزام الأمان عندما تكون إشارات ربط الأحزمة مضاءة. لتعديل الحزام اسحب الشريط ولفك الحزام ارفع الغطاء المعدني. يرجى ربط حزام الأمان فوق البطانية كي يراه طاقم الضيافة ولا يضطر إزعاجك إذا أردت النوم أثناء الرحلة. يجب إغلاق الحواسيب المحمولة أو الهواتف المحمولة أو الحواسيب اللوحية أو تحويلها إلى وضع الطيران أثناء الإقلاع والهبوط. بعد الإقلاع سيعلمك الطاقم متى يمكنك تشغيل الإنترنت اللاسلكي وتفعيل خاصية التجوال. في حال سقوط الهاتف أسفل المقعد يرجى طلب المساعدة من أفراد الطاقم لإيجاده. يرجى عدم تحريك المقعد حيث إن ذلك قد يلحق الضرر بالهاتف وبطاريته. التدخين بجميع أشكاله ممنوع على متن الطائرة بما في ذلك استخدام وشحن أجهزة التدخين الإلكترونية. جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. عند الحاجة ستتدلى أقنعة الأكسجين تلقائيا من أعلى. التنفس بطريقة طبيعية يعطي الإشارة لبدء تدفق الأكسجين. ضع القناع على وجهك ثم تنفس بصورة طبيعية. ضع القناع على وجهك أولا ثم ساعد الآخرين على اقتدائه. في حالة الهبوط الاضطراري يرجى التمسك جيدا بظهر المقعد الذي أمامك أو أخذ وضعية الانحناء للأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توضح بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم مكان سترة النجاة التي توجد أسفل المقعد أو بجانبه. عند سماع التعليمات أخرج السترة وأدخلها عبر الرأس. لف الشريط حول الخصر واربطه من الأمام مع إحكام ربطه بشد الشريط. يجب نفخ السترة عند مغادرتك الطائرة فقط بسحب الشريطين الأحمرين لأسفل بقوة. يمكنك أيضاً نفخ السترة بالنفخ في الأنبوب واستخدام الصافرة لجذب الانتباه. في حالة الهبوط على الماء سيوزع أفراد الطاقم سترات نجاة للرضع والأطفال. يرجى التوقف لحظة لتحديد موقع أقرب مخرج طوارئ إليك الذي قد يكون خلفك. توجد هنا سوف ترشدك الإضاءة الموجودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج. يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي وترك جميع الأمتعة في حالة إخلاء الطائرة. لتذكر تعليمات السلامة لهذه الطائرة يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب مقعدك.
temperature and you're at Echo Romeo 117 is passing 1,700 feet, climbing 10,000 feet. To land runway 13 left and you're at Echo Romeo 117. Thank you.